غريبlerin yoldaşı. تركيا إلى عهد جديد. مع تصدر رجب طيب أردوغان نتائج السباق الرئاسي وفوز حلف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بغالبية برلمانية ضمن انتخابات مبكرة جرت قبل موعدها بنحو عام، ليعلن الرئيس الفائز انتصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية أمام مؤيديه ويطلق وعود المرحلة القادمة. تلقينا الرسالة التي أعطاها شعبنا لحزبنا عبر صناديق الاقتراع. كونوا على ثقة من أننا سنخرج أمامكم خلال الفترة المقبلة وقد تلافينا النواقص. تركيا ستواصل تحرير الأراضي السورية حتى يتسنى للاجئين العودة إلى بلدهم بأمان، وسنتحرك بشكل أكثر حسماً ضد التنظيمات الإرهابية. نتائج الانتخابات أحبطت آمال المعارضة التي عولت خلال حملاتها الانتخابية على دفع أردوغان إلى جولة إعادة أمام منافسه الرئيس مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا، ورغم تمكنها من دخول البرلمان بتجاوز العتبة الانتخابية المحددة بنسبة 10% من الأصوات، إلا أنها أخفقت أيضاً في إنهاء فترة سيطرة حزب العدالة والتنمية على البرلمان المستمرة منذ نحو 16 عاماً. وهو ما اعتبره أنصار الحزب الحاكم فوزاً بدد كل التكهنات بتشكيل كتلة برلمانية معارضة لسياسة الرئيس المنتخب. هذه النتيجة التي كنا ننتظرها، وسنكون داعمين لأردوغان في أي وقت. 90% مؤيدون لأردوغان. أشعر أني متحمس جداً للنتيجة. حقيقة لا أعرف ما أقول. وبهذا يضمن أردوغان التغلب على أكبر تحدي انتخابي في تاريخ حزب العدالة والتنمية الذي يعد صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الحياة السياسية التركية الحديثة، ويمهد انتصاره الطريق لفترة ولاية جديدة مدتها 5 سنوات، وبموجب الدستور الجديد قد يضمن ترشحه لولاية أخرى في ظل صلاحيات واسعة. شكلت الانتخابات منعطفاً تاريخياً عنوانه الأبرز الانتقال إلى نظام رئاسي، وهو ما سيحمل تركيا إلى مرحلة جديدة يترقب كثيرون انعكاساتها على المشهد السياسي في الأيام القادمة. سوزان سالمي، أورينت نيوز، إسطنبول.